اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا آيما إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا آيما إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم يا سميع الدعاء